من صدقتم المرسلين. يا هؤلاء ماذا يريد ربنا منا؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء توالونهم، تلقون إليهم بالمودة، تواددوهم، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم. أهل مكة الذين أرسلت إليهم يا حاطب رسالتك هم الذين أخرجوا رسول الله من مكة، وهم الذين أخرجوك أيضا من مكة، أن تؤمنوا بالله ربكم. ما أخرجوكم لشيء إلا لأنكم آمنتم، ولا قد كنتم معهم أصدقاء، قد كنتم معهم أولياء، لكن لأنكم آمنتم أخرجوكم من دياركم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لكونكم آمنتم بالله ربكم. فأحيانا تظن أنك ما فعلت شيئا ومن ثم ستسلم من هذا الكفار أو المجرمين، قال لا، هم لن يرضوا عنك إذا كنت مؤمنا. قال تعالى ذكره: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهكذا تتوالى النصوص. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قد تقول: ما ذنبي؟ ما الذي صنعت؟ أنا ما أذيت أحدا، أنا أصلي، أصوم، أذكر بآيات الله، ماذا صنعت؟ أنت خالفت أهل الكفر وهم لا يرضون عن مخالفتك هذه. فتنبهوا لهذا أيها الإخوة.